أخوة الفائزين في سباق شارة جروب عمالقة الهجن، وفي هذه اللحظات يسرنا تكريم الأخوة الفائزين. نبدأ مع أشواط المفاريد وصاحبة كأس المفاريد الفائزة لسالم بن ناصر الحفيظ، تهانينا له والناموس. وفي شوطنا الرئيسي لفئة القعادين المفاريد لبى ملبي نداء حمد بن متعب المنخس، وحصل على كأس الشوط وأفضل تيم. أما في هذه اللحظات حضورنا الكريم مشاهدينا الأعزاء، ننتقل إلى أشواط الحقائق لنبدأ مع صاحبة شوط وكأس الحقائق الشاهينية لسالم بن حمد بن جهويل، تهانينا له والناموس. واللي حصل على شوط القعادين لسن الحقائق كفو لحمد بن سالم آل سعد، تهانينا له والناموس. كما ننتقل في هذه اللحظات أيضا إلى أشواط اللقاية مع صاحبة كأس اللقاية الشاهينية لسالم بن حمد بن جهويل، تهانينا له والناموس. وصاحب شوط القعادين اللقاية جزيل اللي قدم أداء جزيل لعبد الله بن خالد آل مثيب، تهانينا له والناموس. أما في هذه اللحظات ننتقل إلى أشواط الثنايا والحيل، وصاحبة أول شوط هي الشاهينية لفهد بن راشد بن سلعان، تهانينا له والناموس. وصاحب كأس الثنايا والزمول راهي لحمد بن مبارك الرخيلة، تهانينا له والناموس. تهانينا لجميع الأخوة الفائزين. وفي هذه اللحظات صورة جماعية لأصحاب الكاسات والأشواط الرئيسية لهذا الصباح في هذه الشارة، شارة جروب عمالقة الهجن. تهانينا لجميع الأخوة الفائزين، كما نقدم التحيات لجميع من ساهم في نجاح هذا السباق أو هذه الشارة، والشكر موصول لأعضاء عربة النقل والإذاعة والتصوير والجماهير. تهانينا والناموس لجميع الأخوة، على أن نلقاكم إن شاء الله في وقت قريب.